هاي البوغوسات كي دايرين؟ صباح النور عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس بخير؟ كلشي لاباس عليكم؟ حبابكم صحابكم جيرانكم كلشي بخير؟ هادشي اللي نبغيو الحمد لله والشكر لله، نبغي كلشي يكون بخير وعلى خير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفتش شحال هذا ما صورت معكم شي فيديو ولا شي حاجه، عارفين ما كايناش لقانه، ما بنادم ما كتكونش راشقه ليه، الله يحسن العوان والله العظيم. عرفتوا اليوم قلت والله الا نوض شدي التليفون، قلت اليوم نشارك مع المتتبع، اليوم نولي قررت نولي نشارك معكم لي روتين ديالي ديال النهار يوميه ديالي مع الحجر الصحي. عرفتوا البنات الجو زوين، بناتي راه محيحين ورايا، الجو زوين ملي كطلي وكتاملي كيبان لك واحد الجو زوين، انت كتشوفي بالك غير الدنيا خاويه كتصفر، واللي دافد دا واحد ولا جوج دايرين كمامه واللي قال داكشي الحمد لله والشكر لله، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد بخير عليكم اليوم، هذا اليوم انا صراحه ما كنتش راشقه ليا وداك الشيء، ولكن عارفين مع هاد المشاكل وهاد ستريس داك الشيء ما راشقاش ليا، ولكن بناتي مساكن لصقوني باباهم اليوم عنده عيد ميلاد، قالوا لي والو ماما بابا عنده عيد ميلاد ما نشوفش الشرطه وهذا، قلت لهم شوفوا بنياتي دابا راه اش كاين واش كاين، زعما راكم عارفين راه ممنوع زعما نخرجوا ما نقدروش، راه كاين فيروس وداك الشيء. ايوا معاه هكايا قلت زعما باش نبدلو لهم الروتين، وتراجي مسكين خرجوا على هاد الروتين، الله يحسن العوان رجالتنا، تا هما راه حنا العيالات مهم بعدا راه كنقدروا نستحملوا داكو في الدار، راه نقولوا ما كنقدروش 100%، ولكن بعدا المره تقدر تستحمل، ولكن الراجل سبحان الله العظيم الراجل ما كيقدرش كيتخنق يبرك في الدار، لهذا مساكن تا هما راه نبغيو نخرجوهم من زعما نخرجوهم تا هما مساكن من هاد القنطه ومن هاد الدرس، اليوم عيد ميلاد راجلي وبغينا زعما نبدلو الروتين ديال الستريس وديال البنادم كاعي ومقلق وكلشي، صافي قلت زعما ندير ليه اليوم ندير ليه شي حاجه، المهم ما غاداش نصاوب حلوى ولا شي حاجه، غادا نصاوب غير هادوك الكولان نصوبو كلو ديالو وندير ليه عليها الشميعه ديالو، المهم وبغيت نشارك معكم طريقه التحضير ديالو، نفرح بنياتي تا هما مساكن نخرجو من هاد الروتين مساكن تا هما راهم قنطو، شوفوا الدنيا خاويه كتصفر ما الفراهي، القهوه ديالي فين كنبرك راهي ساده، غير الطوبيس اللي كيدوز هو اللي كيدوز الطوبيس، ولكن خاوي ما كيركب فيه شي واحد، وكاع الا ركب شي واحد شي كيكون بعيد على شي وما يخلص ما والو، ما كيمشيش يخلص عند مول الطوبيس لا عند الشيفور، كيطلعوا من الباب اللوراني ما يخلص ما والو، الا اللي كانت عنده شي اللي كيركب دابا في الطوبيس كتكون عنده شي حاجه زعما خدام ما قدرش يبريك ولا غادي يقضي شي غرض ضروري ولا شي حاجه، ولكن ما كيخلصوش ما يمشيوش عند حدا الشيفور يخلص، كيطلعوا من الباب اللوراني وشي بعيد من شي. ايوا يا ربي لطف بينا، يلاه معايا حبوباتي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الكولا، طولت عليكم مقدمه، يلاه البوغوسات معايا يلاه ما تشوفين هنا البوغوسات ديالي نبدا معكم على بركه الله، غنحتاجوا 150 غرام ديال الزبده، 125 غرام ديال السكر، 80 غرام ديال الدقيق، من الاحسن يكون ديال الحلويات، 3 ديال البيضات يكون الحجم ديالهم ديال ام، و 200 غرام ديال الشوكولا، انا عندي في هذا 182 غرام، غادي نضيف عليه نزيد عليه واحد شويه نكمل 200 غرام. المهم احبوباتي غادي نبداو في طريقه التحضير، يلاه معايا على بركه الله. ها انتم معايا البقوصات، اول حاجه غادي ندير وهي غادي ندخل الزبده والشوكولا يذوبوا مع بعضياتهم، مهم ها انتم في الميكروهوند، ها انتم غادي تكملوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال المقادير الاخرين. ها انتم البنات دابايا غادي شديت البيض ضفت عليه السكر سنيده وغادي نطربو، المهم نطربوه بالطراب اليدوي بلا ما نديرو، صافي نطربوه مزيان، وهذاك الشوكولا والزبده راه في الميكرو داك كيدوب، عرفتي هذا كيديروا ليا بناتي ميكروفون قالك كيغنيو، واش نديرو ليهم نخليهم يغنيو بيه، قلت لهم دابا غير ديروا ما بغيتو عوقوهم
بحال هكذا نضربوه مزيان. عشر ساعات ديالي البقوسات ديالي بعد ما خرجتها هو الشوكولا ديالنا داب والزبده غادي هانتومايا غادي نبدا نضيف شويه بشويه على البيض ديالنا ونطرب هكذا هانتومايا غادي نبدا هكذا كيجي زوين صراحة وإما كيجي غزال ولديد وعجب حتى الوليدات الصغار ومساكن تا هما نفرحوهم ما كيخرجوش دابا وداك الشيء نديرو لهم هاد الشيء في الدار ياكلوه ويفرحوا بيه ونفرحوا تا مول عيد الميلاد تا هويا راجلي مسكين تا هو موالف ما في زعما ولكن كل مره وقتها نقضيو باللي عندنا بالدار ونفرحوا الناس اللي حوالينا ماشي بالضروره نفرحهم بشي حاجه تكون غاليه ولا قالك غير لو جيست كيكون صافي. دابا نضيفوا عليه المهم الدقيق هذا راه غربلتو غادي نضيف بشويه بشويه هانتوما حبوباتي مهم ساهل ماهل هانتوما هاهما دابا البقوصات ديالي درتهم في الجبيبنات دابا غادي ندخلهم للفران غنشعلو عليهم الفوق والتحت مدة 10 دقائق ما تفوتوش فيهم 10 دقائق ان شاء الله ولا بغيتو طيبوهم حتى في الميكروهوند راه كيطيبو في الميكروهوند يلا حبوباتي دابا غندخلهم الفران موعدونا من يطيبوا يلا بقاو معايا هاهما البقوصات ديالي خرجتهم دابا من الفران صافي وكنعصر معاهم واحد الجيدوغونج ايوا هانتوما معايا في الطريقه من نسالي معاه هاهما حبيباتي دابا درت عليه السكر كلاصي غادي ندير عليه هاد الشميعه هكذا بحال هكذا غادي نمشيو على الهاون ديالي غادي يفرح واخا والله الا غادي يفرح هانتوما تكيو معايا مي قطعنا يرونتو لي الشميعه سربي غير سربي يا سربي هاي سربي يلا سير ادوان يلا بالصحه الله يعطيكم الصحه شوفوا الشمعة دوبوها الله يبارك فيكم علينا وعليكم يا ربي وصحه وسلامه ويخرج علينا هذا الوباء امين يا ربي يخرج هذا الوباء ان شاء الله ونشوفوا حبابنا وعائلاتنا نورماليداد ونكونوا كل شيء بخير وعلى خير ونتمنى الشفاء الجميع ان شاء الله يا ربي واللي مات الله يرحمه والله يوسع عليه وبسم الله تيسير الله وفينا وبالسلامه كيجا هذاك الشيء زويون ايوا كادو عيد ميلاد بلا ريكالو بلا طارطة يعني ديال كوفيد ديال زين ودي هذا ديال كورونا ونتمنى الشفاء للجميع واللي مات الله يرحمه والله يشفي الناس وحدي وراكم وبقاو في ديوركم تحت الشعار خلي الشعار قولوا البنات يلا الدريات اميرة 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 خد دارك الناس كيف ما كتشوفوا مع البنات ما خلاوش باباهم تلتشوا عليه كاملين وما خلاونيش نوريكم الطريقه ها هي الطريقه ديالها شوفوا كي تيجي النتيجه ديالو عرفتوا يا البنات يا سلام واو واو يلا حبوباتي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونتمنى يكون عجبكم لا فيديو واخا الفيديو مرور وشقلب مع البنات المهم كنحماق عليكم بزاف وما غاداش نغبر عليكم هاد المره ندير معكم فيديوهات ان شاء الله ونشارك معكم لي غوتين ديالي وديال الكولاد واعر نتمنىكم تجربوه جا كيحمق
وما كاين محسن من ديال الدار. انا اكثر يا كنمشي نشري ناكلو في الزنقه، دابا ولي كنصيفو في الدار والله الا. وغنقول لكم تهلاو ليا فراسكم تحت شعار خليكم في دياركم حسيب يزول علينا الله هاد الوباء، ونبقاو تبقاو على خير، والله يحفظ لنا جميع العائلات ديال المغرب والعالم العربي والعالم كامل. وما ننساش يا ربي تزول الوباء على بلدي الثانيه اسبانيا اللي ما شفت منها غير الخير صراحه صراحه صراحه. فيما كتزاد عندهم شي حاله مساكن بحال كتزاد ليا في بلادي، بحال كنحس براسي تزادوا ليا مع احبابي. ولا الصراحه والله ما نكذب عليكم البنات، ودائما كندعو كندعو مع جميع العالم يا ربي زول علينا هذا الوباء وتحفظ جميع البلدان يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وكنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو ليا فراسكم.